أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الأنباء، نبدأها بالعناوين. الحركة الأسيرة تنجح في فرض إرادتها على سلطات الاحتلال بالحصول على مطالبها من دون الخوض في الإضراب. مسؤولون أمريكيون كبار: كنا على علم بأن الأزمة مع حكومة نتنياهو مسألة وقت. فتح حرب على لبنان يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، وهذا يخشاه الإسرائيلي. اللي عم تهددنا فيه يمكن يكون سبب نهايتك. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة سترد على أي اعتداء يستهدف أي شخص على الأراضي اللبنانية، ويشير إلى آمال كبيرة في التوصل إلى حل في اليمن. الرئيس البيلاروسي يعلن أن الرد على أي استخدام لذخائر اليورانيوم المنضب ضد مواقع القوات الروسية سيكون مروعا على الكوكب بأسره. رئيس الوزراء البريطاني: ما يحدث داخل شرطة لندن بشأن اتهامها بالعنصرية أمر صادم وغير مقبول. علق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام مع عودة الأمور داخل السجون إلى ما قبل الإجراءات التي فرضها وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. بيان الحركة الأسيرة أشار إلى أن تعليق الإضراب جاء بعد استجابة حكومة الاحتلال لمطالب الأسرى كافة من دون خوض الإضراب. وأضاف البيان أن قرار التعليق اتخذ بعد اجتماع استمر 3 ساعات بين لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة وجهاز الشباك الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون. للحديث أكثر حول هذه الخطوة معنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. مرحبا بك نسرين، لو تطلعينا على ما دار من مفاوضات طوال 3 ساعات إثر هذا الاجتماع. طبعا البيان، نحن لا نزال بانتظار بيان الحركة الأسيرة ليتم إعلانه ونشره، لكن هذه أنباء أولية صدرت من الحركة الأسيرة في السجون من خلال اتصالات هاتفية مع عدد من الأسرى في سجن النقب وسجن رامون. أكدوا فيها أن يعني خطوتهم أنهم استطاعوا أن يحققوا مطالبهم بالانتصار على مصلحة السجون، مع العلم أنهم خاضوا معركة لأكثر من شهر. هذه المعركة تمثلت بالخطوات الاحتجاجية التي نفذوها على مدى 30 أو 34 يوما منذ بدء الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحقها مصلحة السجون. ما أراده الأسرى هو وقف هذه الإجراءات العقابية التي تمثلت أولا بتقليل وقت الاستحمام، تقليل وقت المياه الساخنة، سحب بلاطات تسخين الطعام بمعنى أفران الغاز الصغيرة الموجودة في الغرف التي يطبخ عليها الأسرى طعامهم، تحديد وقت استخدامهم للساحة وخروجهم لتنشق الهواء في وقت الفورة. هي إجراءات عقابية حتى مصلحة السجون بحسب ما فهمنا من الأسرى كانت يعني استسخفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لاتخاذ هذه القرارات، لكنهم أخبروا الأسرى أنهم مضطرون لتنفيذها. وحسب ما فهمنا أيضا من الأسرى أن يعني السجنون داخل السجن كانوا يرون في هذه الخطوات بأنها ستثير المشاكل وأنهم لا يريدون مثل هذه المشاكل، وحاولوا التنصل من تنفيذها لكن القرار جاء واضطروا إلى تنفيذها. هذا طبعا بحسب ما أكده الأسرى في داخل السجون. المفاوضات كما فهمنا كانت شاقة وصعبة، لكنهم استطاعوا أن ينتصروا وأن يحققوا ما يريدون من مطالب، وهي عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل وصول بن غفير إلى الحكم. لا نزال بانتظار التفاصيل أكثر، ماذا تراجعت عنه مصلحة السجون وماذا بقي، ماذا استطاع يحقق الأسرى. لكن في كل الأحوال يعني الإضراب على الطعام هي خطوة احتجاجية تبقى قائمة في حال تراجع مصلحة السجون، خصوصا أننا بدأنا نشاهد في الإعلام العدلي تحريض على مصلحة السجون وعلى الأسرى، وأن إتمار بن غفير فشل. هذا ما نريد أن نسأل عنه، ولو أنه السؤال مبكر بتوقيته نسرين. أي وقع على داخل الكيان الإسرائيلي يمكن أن يؤثر في هذا القرار وهذا الانتصار الجديد للحركة الأسيرة عشية شهر رمضان المبارك، والخوف داخل سلطات الكيان من أي تصعيد جراء هذه الحركة كانت؟
طبعا هناك حالة قلق، يعني هناك دائما هناك حالة قلق، خصوصا في ظل شهر رمضان هناك حالة قلق من تصاعد الأوضاع في داخل السجن وانعكاسها على خارج السجن. نعم. خصوصا أن الشارع الفلسطيني محتقن أصلا، وهناك حالة غليان وغضب في الشارع الفلسطيني، وقد الأسرة هي قضية تخص كل بيت فلسطيني. هناك تحريض في الإعلام الإسرائيلي، هناك تحريض على إثمار الجزائر، لكن أيضا هناك حالة يعني حالة الغضب في الشارع الإسرائيلي نفسه على سياسات حكومة نتنياهو وإثمار الجزائر وسموتريتش، وبالتالي هناك انقسام في الشارع، وهناك من يرون أن بن غفير اصلا ارعن وينفذ سياسات هدفها فقط يعني ازاله البلبله واثاره المشاكل وزياده الاحتقان سواء في داخل اسرائيل نفسها او حتى مع الفلسطينيين وفي الشارع الفلسطيني. على ما يبدو ان هناك حاله من عدم خوض الاضراب عن الطعام من قبل الاسرى، لانه من شانه ان يصعد الوضع سواء في مدينه القدس وفي المسجد الأقصى أو في أنحاء الضفة الغربية أو في داخل السجون. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي، كنت معنا من رام الله عبر الهاتف. قال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنهم كانوا على علم بأن الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مسألة وقت فحسب، لكنهم حاولوا تأخيرها قدر الإمكان. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أكد المسؤولون الأمريكيون أنه في الأسابيع الأولى بعد تأليف حكومة نتنياهو حافظت واشنطن على ضبط النفس نسبيا حتى في مواجهة تحركات الحكومة الإسرائيلية الجديدة كإعلانها تعزيز التخطيط والبناء على نطاق غير مسبوق في مستوطنات الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية. بالتوازي، أطلق معهد أبحاث الأمن القومي ما سماه التحذير الاستراتيجي الذي حذر فيه من الضرر الذي تلحقها الإجراءات القضائية بأمن إسرائيل القومي في ضوء التحديات التي تواجهها على المستويين الداخلي والخارجي. هذا التقرير لمنال إسماعيل. في خطوة استثنائية، أطلق معهد أبحاث الأمن القومي ما سماه التحذير الاستراتيجي منطلقا من الأزمة الحالية التي تعيشها إسرائيل وإجراءات الحكومة الإسرائيلية في المجال القضائي، ليتناول سلسلة تحديات تواجهها إسرائيل على مستوى الأمن القومي والمكانة الدولية والقوة الاقتصادية. نحن نقيم اليوم حدثا استثنائيا ونطلق للمرة الأولى تحذيرا استراتيجيا في نظرة إلى الواقع وفي محاولة لإنقاذ أنفسنا بأنفسنا بعد دفع الإصلاحات القضائية قدما. نشهد شرخا داخليا غير مسبوق يسحبنا إلى داخله بكل قوة وينسينا أن إسرائيل تواجه اليوم تهديدات خطرة على ثلاث جبهات أساسية أمنية واقتصادية وسياسية. التغييرات القضائية بصيغتها الحالية ستلحق بحسب معهد أبحاث الأمن القومي ضررا شديدا بأداء الجيش الإسرائيلي وبقدرته على التعامل مع التهديدات. يشهد المجتمع الإسرائيلي ومنعته القومية هزة بمستوى عال على مقياس ريختر، هزة تحطم المجتمع وربما تهدد الدولة برمتها. حركة الاحتجاجات تعرض الجيش وجهاز الاحتياط الذي يواجه مشاكل كالحافزية والأهلية للخطر، والخشية هي من انزلاق هذه الاحتجاجات إلى الخدمة النظامية والدائمة وإلى صفوف المجندين. مكانة إسرائيل الدولية وصورتها بنظر أعدائها عاملان أساسيان سيتضرران من التبعات المباشرة وغير المباشرة للتغييرات القضائية بحسب التحذير الاستراتيجي. أعداء إسرائيل يشعرون بالتجيع وقد تفتح شهيتهم لتحديها إزاء ضعفها، وفرص المخاطرة بسيناريو تصعيد تتزايد، فيما المؤسسة الأمنية والعسكرية مزعزعة بسبب الاحتجاجات. ما يحصل هنا يلحق أيضا ضررا كبيرا بعلاقاتنا بالولايات المتحدة أكبر حلفائنا وبأوروبا الشريك التجاري الأول، حتى أن زيارة نتنياهو إلى أبوظبي قد تأجلت ورسالة هنا واضحة. التحذير الاستراتيجي الذي خلص إلى ضرورة وقف تشريع الإصلاحات على الفور والتركيز على التهديدات الخطرة على الأمن القومي وضرورة استعادة التلاحم الاجتماعي دق ناقوس الخطر من أن التغييرات القضائية ستلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على المستوى الاقتصادي بما يؤثر على تصنيفها الائتماني وثقة المستثمرين بها.
ينضم إلينا من حيفا رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية عصام مخول. مرحبا بك دكتور مخول. يعني هو استدعاء من جانب وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هيرتسوك. نائبة الوزير ويندي تشيرمان في جلسة استدعاء توبخ السفير الإسرائيلي في خطوة غير معتادة وآلية نادرة في حكم العلاقة بين الطرفين. كيف تفهم هذه الخطوة؟ يعني هناك إجماع استراتيجي أو على الأقل بين النخب الاستراتيجية المعتبرة في إسرائيل أن هذه الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو حكومة الانتقال الفاشي في هذه المرة باتت تشكل خطرا على كل الأسس أسس القوة التي اعتمدتها إسرائيل إن كان ذلك في المجال العسكري وإن كان ذلك في المجال الاقتصادي وإن كان ذلك في مجال مكانة إسرائيل العالمية. وأنا أعتقد أن هذه هي قراءة صحيحة لما يجري، خصوصا أن يعني إذا أخذنا في الاعتبار التعريف الكلاسيكي للفاشية باعتبارها الدكتاتورية الإرهابية السافرة، أنا أعتقد أن مسألة السافرة هي المسألة الأساسية في موقع إسرائيل الاستراتيجي في المرحلة القادمة. يعني حتى الآن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء إسرائيل في الغرب وفي أوروبا الغربية يعتمدون على أن هناك اتفاق على قواعد اللعبة وأن الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل والاحتلال لا يأخذ هذا الشكل السافر من تحدي كل القيم وكل القانون الدولي وكل المحاذير التي تفرضها علاقات إسرائيل مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن هذا الصدام بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية حكومة الانتقال الفاشي أولا هو كان طبيعيا أن يحدث، ولكنه يحدث بأسرع بكثير مما كان يتوقع المراقبون، لأن هذه الحكومة تعتقد أن لا وقت لديها وأن هذه هي فرصتها الأخيرة لحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني. هي تريد أن تحسم مصير ما تسميه أرض إسرائيل الكبرى من خلال التنكر للاتفاقات السابقة، ما شهدناه بالأمس من سن القانون حول إلغاء أو التخلي عن قانون الانفصال أحادي الجانب الذي قاده شارون في حينه. أنا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة، هناك قوى رجعية موغلة في الرجعية وفي العدوان على الشعب الفلسطيني تجلس في قلب الحكم في إسرائيل الآن، وهي تعتبر أن أمامها وقت قصير جدا لإنجاز القضاء على القضية الفلسطينية وعلى أفق الحل السياسي وأفق الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني نهائيا، وهي تحاول أن تمارس ذلك من خلال أولا القضاء التخلص من الجهاز القضائي والتخلص من القانون الدولي وإدارة الظهر له واستفزاز العالم. يعني حتى ولذلك نحن نتحدث عن ناس كانوا حتى الأمس القريب هم ملاحقون من قبل الشرطة الإسرائيلية ومن قبل حرس الحدود في المناطق الفلسطينية المحتلة، أصبحوا الآن هم وزراء في وزارة الأمن وهم وزراء في المسؤولون عن الأمن القومي في إسرائيل. ولذلك هذا التحدي وهذا الاصطدام سيستمر. أنا أعتقد أن عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا في ظل عزلتها على الداخلية في داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه والمظاهرات مئات ألوف الناس التي تخرج إلى الشارع هنا أسبوعيا. هنا السؤال دكتور عصام، هنا السؤال يعني عن دور الولايات المتحدة في رسم المشهد الداخلي للكيان الإسرائيلي اليوم بما نشهده في الشارع من سواء من دعم لأقطاب في المعارضة أو لتأنيب ائتلاف حكومة نتنياهو على الخطوات التي يقوم بها وبالتالي حثه عنها، لأنه ما تتفضل به أفهم منك بأنه ما يقوم به هذا الائتلاف اليميني المتطرف يفوق أو يتخطى رسم المشهد الأمريكي للدور الوظيفي لإسرائيل في المنطقة لما تقوم أو تريدها الولايات المتحدة من تخفيض لمستوى التصعيد في هذه المنطقة لعل ذلك. نعم بالتأكيد. يعني أنا أعتقد أن هذا يهدد
المكانة التي كانت تحظى بها إسرائيل، المكان أو الدور الوظيفي الذي اعتمدته إسرائيل واعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعني كانت مكانة إسرائيل نابعة عن هذا الدور الوظيفي. عندما تفقد إسرائيل أو عندما تقود إسرائيل حكومة تريد أن تذهب بعيدا، أن تهرب الدور الوظيفي وتنتقل إلى دور الحسم في القضية الفلسطينية والقضاء على كل منجزات الاستراتيجية والدبلوماسية الأمريكية في ربما 40 عاما الماضية، أنا أعتقد أنها توصل إلى صدام، وهذا الصدام في نهاية المطاف يجب أن يكتمل من خلال تصدي فلسطيني واضح لهذه العدوانية الإسرائيلية. ما شهدناه في قضية الأسرى هو علامة على الطريق، وأنا أعتقد أن المقاومة الشعبية الفلسطينية لهذه العدوانية للتمادي في الاعتداء على الشعب الفلسطيني هي العامل المكمل لهذه العزلة التي. طب دكتور، بحكم ضيق الوقت لو تسمح لي في هذا السؤال، هل اليوم يمكن الحديث عن تباين في الآراء والمواقف وتقدير المواقف ما بين نتنياهو والإدارات الديمقراطية اليوم مع إدارة بايدن، قبلها مع إدارة أوباما، أم أن في ظروف المنطقة ما يمكن أن يقال عكس ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن إدارة بايدن حاولت أن يعني تلوح ببعض الإغراءات لحكومة نتنياهو التي كانت تتحدث خلال أكثر من عقد من الزمن عن الخطر الإيراني ووضع خيار عسكري، وهو هدد بتصدير أزمته إلى الخارج إلى الإقليم. نعم، حاولوا أن يلوحوا بهذا وقاموا بمناورات مشتركة مع إسرائيل وكأنه استعدادا للتصدي لإيران. أنا أعتقد أن حكومة نتنياهو الحالية ليست منصبة على هذه القضية حقيقة، هي تعتقد أنها خسرت هذه المعركة، أنها خسرت المعركة في قضية المشروع النووي الإيراني وكل ما كانت تهدد به، وأعتقد أن اهتمامها منصب الآن في قضية حسم القضية مع الشعب الفلسطيني وإنهاء المسألة الفلسطينية من خلال الاستيلاء الكامل للاحتلال على المناطق الفلسطينية. ونحن نتحدث عن سموتريتش صاحب النظرية التي تقول علينا أن نضم كل صحيح. المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67، وفي هذا الإطار نسمح ببقاء السكان الفلسطينيين، ومن لن يقبل بسيادتنا فعليه أن يختار إما أن يحاربنا ونقضي عليه، وإما أن يغادر بقراره الشخصي. أنا أعتقد أننا أمام هذه المرحلة وهناك أوهام بإمكان الحسم بهذه الطريقة قد تودي ليس بالشعب الفلسطيني حقيقة، ولكنها قد تودي بموقع إسرائيل وبقدراتها وربما بالحفاظ عليها كدولة. دكتور عصام مخور، رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، حدثنا من حيفا، شكرا جزيلا لك. شكرا. قال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إن إسرائيل تخشى من شن حرب على لبنان، وشدد في كلمة له خلال حفل تأبيني على أن المقاومة سترد سريعا وقطعا على أي اعتداء يستهدف أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية. فتح حرب على لبنان يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، وهذا يخشاه الإسرائيلي. اللي عم تهددنا فيه يمكن يكون سبب نهايتك، اللي عم تهددنا فيه يمكن يكون سبب زوالك، اللي عم تهددنا فيه يمكن هو اللي ما يخليك توصل لسنة 80. وعلى كل حال بختم بهالنقطة لأقول المقاومة في لبنان عند وعدها وعند قرارها وعند عهدها، وأنا أقول لكم أي اعتداء صهيوني على لبنان عسكري أو أمني، أي اعتداء يطال أي منطقة في لبنان ويطال أي إنسان متواجد على الأرض اللبنانية سواء كان لبنانيا أو فلسطينيا أو من جنسية أخرى، المقاومة سترد عليه قطعا وسريعا. الأمين العام لحزب الله شدد على أن صمت الحزب عن حادثة ما جد شمال فلسطين المحتلة جزء من معركته السياسية والإعلامية والعسكرية، وفي كلمته رد على تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي قائلا إنها لا تقدم ولا تؤخر. هذا الصمت من حزب الله هو جزء من إدارته المعركة، هذا الصمت ينم عن حكمة
وهذا يربك العدو. أصلا نحن مطلوب نحل له مشكلته العدو. طيب العدو ضايع والعدو متفاجئ ومش فهمان شيء من شيء، مش عارفين كوعه من بوعه. طيب مطلوب يعني حزب الله إذا عنده معطيات أو معلومات لسبب أو لآخر يطلع بيان ويشرح هذا الموضوع، بس من شان أنه والله لا يتهم أو مشان يدافع عن حاله؟ ليش هو خيفان ليدافع عن حاله؟ ليش هو خيفان من التهمة ومش خيفان؟ لذلك هنا الصمت هو جزء من معركة سياسية الإعلامية النفسية العسكرية مع هذا العدو. النقطة الثانية التهديدات الإسرائيلية، أنه إجا وزير الحرب الإسرائيلي أرعب على الحدود. طيب إجا هدد وأرعد وأزبد وأنه إذا ثبت أنه حزب الله له علاقة، إذا ثبت كله على نحو القضية الشرطية، يعني بدنا نعمل، بدنا نساوي، بدنا نشيل، بدنا نحط. أنا اليوم بدي أقول له روح بلط البحر، أعمل بدك إياه. والإسرائيليين بيعرفوا، هن على كل حال حكوا، هن قالوا شيء صحيح بالتقدير، يعني قالوا أنه إذا حزب الله له علاقة بهذه العملية وهو اللي بعت هذا المقاوم وهو اللي دار هذه العملية، معناتها هذا الحزب الله مش خايفان يروح على مواجهة وجاهز يروح على مواجهة. إذا كانت الأمور هيك فهذا التهديد كله ما له طعم. السيد نصر الله أكد أنه يمكن التوصل إلى حل في اليمن نتيجة المناخات الإقليمية وفشل العدوان، وقال أن خبر الإعلان عن تبادل الأسرى في اليمن يسعد الجميع. اليوم بنتيجة المناخات الإقليمية من جهة، بنتيجة فشل العدوان في تحقيق أي من أهدافه في اليمن من جهة أخرى، بنتيجة صمود وصلابة مقاومة الشعب اليمني، هناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل، وهذا ما ندعو إليه، ندعو الناس ونسأل الله أن يمكن منه. ما نرغب به ليس فقط في حزب الله، في كل العالم العربي والإسلامي، أن نرى أن هذه الحرب قد توقفت. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الرد على استخدام كييف ذخائر اليورانيوم ضد روسيا سيكون مروعا على الكوكب بأسره. في حال إمداد كييف باليورانيوم المنضب ستمدنا روسيا بذخيرة اليورانيوم الحقيقي، وعندما تنفجر قذائف اليورانيوم في مواقع القوات الروسية الإجابة ستكون مروعة وستكون درسا لكوكب الأرض بأسره. إذا كانوا مجانين فسوف يعطون دفعة لهذه العملية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر لندن من أن خطوة تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب قد تؤدي إلى تصعيد كبير وخطر للأزمة الأوكرانية، وكان اتهم بريطانيا ومعها الغرب بانتهاك القانون الإنساني الدولي. لقد اعتبروا أنفسهم مهيمنين لفترة طويلة ويريدون الحفاظ على هذه الهيمنة بكل الوسائل، فهم مستعدون للمجازفة والانتهاك القانون الدولي والإنساني كما كانت الحال في يوغوسلافيا عام 99. بدورها وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا سخاروفا خطط بريطانيا لإمداد كييف في قذائف اليورانيوم المنضب بأنه تصرف استفزازي ومتهور وغير مسؤول. سخاروفا رأت أن نية بريطانيا إمداد كييف في هذه الذخائر تؤكد نية الغرب المعلنة بتدمير أوكرانيا نهائيا، ورأت أن ذلك سيدفع أوكرانيا إلى جولة جديدة من العدوان والصراع والمواجهة لإعطاء بعد مختلف نوعيا. منح وزير الدفاع الروسي سيرجي تشايغو وسام الشجاعة لطياري مقاتلات سو 27 التي اعترضت الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9. ووزارة الدفاع الروسية نشرت مقطعا مصورا يظهر منح الأوسمة للطيارين، وكانت روسيا أكدت أن طائراتها الحربية لم تسقط الطائرة الأمريكية خلافا للرواية الأمريكية.
لقد كنا في مهمة الدفاع الجوي. اعتراضنا طائرة من دون طيار كانت ستنتهك حدود الدولة. بعد الإقلاع اقتربنا من الطائرة المسيرة وقمنا بمناورات بالقرب منها لجعلها تتخلى عن مهمتها. لم نستخدم أي أسلحة ولم نحتك بهذه الطائرة أبدا. قدم تحالف المعارضة التركية الرئيسي تحالف الأمة طلبا رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات لترشيح كمال كليتشدار أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة التركية المقرر إجراؤها في 14 من أيار مايو المقبل. وبات رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو المرشح الرسمي لتحالف المعارضة التركية ليرتفع عدد المرشحين للمنافسة على منصب الرئيس إلى 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية انطلقت يوم السبت الفائت وتستمر حتى 13 من أيار مايو المقبل الذي يعرف بيوم الصمت الانتخابي. هذا وأفادت صحيفة بلومبرغ بأن طريق أردوغان نحو السلطة يضيق مع خروج حزب الشعوب الديمقراطي من السباق الانتخابي. الصحيفة أشارت إلى أن بيرفين بولدان الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية التركي كانت أعلنت أن الحزب المؤيد للكرد وحلفائه لن يدفعوا بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 من أيار مايو. كما أكدت أن حزب الشعوب الديمقراطي وخمس مجموعات يسارية متحالفة سيشنون حملة ضد حكم الرجل الواحد أردوغان. فاصل قصير نتابع بعده النشرة. من جديد أهلا بكم. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن ما يحدث داخل شرطة لندن أمر صادم وغير مقبول. كلام سوناك جاء بعدما خلص تقرير مستقل لأن شرطة العاصمة لندن متهمة بالعنصرية والتحيز ضد النساء. هذا التقرير لموسى سرور. لم تتجرأ النساء في بريطانيا على التقدم بشكاوى ضد ممارسات أفراد الشرطة من اعتداءات جنسية واغتصاب لولا سارة إيفيرارد الذي اغتصبها وقتلها شرطي قبل عامين. فضائح بالجملة توالت بعد ذلك، ففتح تحقيق مستقل وجاءت نتائجه صادمة، حيث تبين أن العنصرية لدى شرطة سكوتلاند يارد مؤسساتية وتكره النساء، وأن الشرطة عاجزة عن ضبط أفرادها. على الشرطة أن تعمل لأجل استعادة ثقة الناس بها، وهناك حاجة لإجراء تغييرات في القيادة والثقافة داخل المؤسسة الأمنية. التحقيق بشأن ممارسات الشرطة أشار إلى أن نحو 81% من الضباط من أصول أفريقية هم الأكثر عرضة للمحاسبة، فضلا عن تعرض شرطيات للتحرش الجنسي. كما أكد حصول إساءات ضد العقيدة الإسلامية عند إشارته في التقرير إلى العثور على قطعة من لحم الخنزير في أمتعة شرطي مسلم. هذا التقرير مقلق للغاية. تسلمت القيادة ووجدت العديد من التحديات التي تواجه الشرطة، وأنا عازم على إجراء إصلاحات داخل الشرطة، وأدرك أن غالبية الناس تؤيد ذلك، وأؤكد أن نتائج التحقيق محبطة ومحرجة للغاية. أعتقد أن مظاهر الفساد بدأت تنتشر في مؤسساتنا، وأرى أنه لا بد من إعادة ثقة الناس بها إذا أرادت هذه المؤسسات الاستمرار. مفوض شرطة لندن وإن حاول اعتبار ما جاء في نتائج التحقيق مجرد حالات فردية، إلا أن إساءة استخدام عناصر الشرطة على مدى أعوام دفعت نحو نصف سكان لندن وفق استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقتهم بمؤسسة يفوق عمرها 200 عام. إدانة المؤسسة الراعية للأمن بالعنصرية وإساءة استخدام عناصرها السلطة تؤكدان حقيقة أن سلامة الناس في العاصمة باتت معرضة للخطر، ويحتمل أن تؤدي مسألة تراجع الثقة بالشرطة إلى التفلت الأمني. موسى سرور، لندن، الميادين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج الدكتور مكرم خوري مخول. بعد الترحيب بك دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث عن أن هذه السلوكيات العنصرية هي ليس حديثا عن حالات فردية، إنما هي مؤسسة؟ يعني جرى الحديث في خلال هذا التقرير عن أن العنصرية لدى شرطة سكوتلاند يارد مؤسساتية
بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. أهلا بك أستاذ محمد. الموضوع له عدة فروع. بداية، لا يمكن أن نتحدث فقط على أن هذه العنصرية، وعلى فكرة هنا العنصرية تنقسم إلى عدة أقسام، تنقسم إلى العنصرية تجاه أعراق معينة وفقا أو على أساس اللون، وعنصرية على أساس الدين إذا كان ضد الديانة الهندوسية أو الإسلامية أو غيرها، ووفقا للإثنية إذا كانت إثنيات آسيوية وإلى آخره. ولكن لا يمكن التحدث فقط عن هذه المواضيع وكأنها جديدة، لأننا نتكلم عن عشرات السنين من المنظومة القيمية التي ترسخت لدى بعض أفراد الشرطة. وماذا نعني هنا؟ بريطانيا كانت إمبراطورية كبيرة ودولة احتلت دول عديدة في العالم، وبالتالي فكانت هناك نزعة عنصرية لدى الكثير من البريطانيين. نعم، تخلصوا من الكثير منها، ولكن ما زالت هناك نسبة من البريطانيين تحمل توجهات عنصرية على أصعدة متعددة، دينية أو إثنية أو اللون أو إلى آخره، أو حتى مكان الحضور. نحن ما زلنا لغاية الآن نرى أن هناك العديد من الشرائح المجتمعية في بريطانيا من غير البيض الأوروبيين تتعرض إلى أعمال عنف، ولكن المشكلة هنا أن هذه الأعمال ليست فقط الآن وفقاً للدين والإثنية، ولكنها موجهة أيضاً ضد النساء. هناك تنمر في أوساط الشرطة في لندن على يعني وجه خاص، ولكن ليس أيضا في لندن، هناك حالات كثيرة تم يعني التعرض لنساء منها، وأيضا ضد مثليين، وهذا مذكور في التقرير، وأيضا ضد من هم من الخلفية الأفريقية أو ديانات مختلفة. إذن هناك نوع مترسخ ومتأصل قديم، إضافة إلى أن هناك موجات من التطرف اليميني الأبيض تجاه بعض الإثنيات والديانات، وهذا يتماشى مع صعود التطرف في العاصمة العواصم أو الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. أو من هذا المنطلق دكتور مكرم، يمكن الحديث عن احتمال أن تؤدي مسألة تراجع الثقة بالشرطة إلى تفلت أمني، ألهذا رابط ما بين الحدثين؟ طبعا هناك تراجع، بدأ هذا التراجع ليس اليوم، بدأ منذ سنين، وهو اليوم في حالة من التزايد. هناك تقريبا شبه انعدام للثقة من قبل الجمهور بالشرطة. هناك حالات عديدة وقعت بالتأكيد تجاه النساء، ولكن أيضا رأينا أن هناك بعض الشباب الفتيان البيض يطعنون شبان آخرين من خلفية مختلفة. هناك مسائل الطعن المستمرة في لندن، ولكن أكثر من ذلك أن التوجه العنصري الداخلي في داخل الشرطة تجاه أفراد من الشرطة آخرين ليسوا بيض، وكذلك التوجه العنصري متواجد خارج الشرطة أو من قبل الشرطة، ولكن خارج الشرطة كمؤسسة تجاه المجتمع في بريطانيا بشكل عام وفي لندن بشكل خاص. إذ أن هذه العنصرية ليست محصورة فقط على أفراد الشرطة من الداخل، أي العنصرية المؤسساتية داخليا، وإنما هناك عنصرية ممأسسة تمأسست داخل الشرطة تجاه المجتمع وفي تعاملهم. هذا طبعا يذكرنا بكل قضايا العنف لبعض مشجعي بريطانيا لكرة القدم الذين يستعملون العنف. صحيح. مزاوجين ذلك طبعا باستعمال أنواع ثقيلة من الكحول وغيرها من المخدرات أحيانا، مما يؤدي إلى استعمال مفرط للعنف تجاه الآخرين، وهذا عادة ما يوجه تجاه الغير بيض. شكرا جزيلا لك دكتور مكرم خوري مخول، مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج، حدثتنا من لندن. تظاهرات تعم منطقة عفرين ترفع صوتا مطالبة بإنهاء الاضطهاد بحق الكرد السوريين في المنطقة، كما تطالب بإخراج الفصائل المسلحة منها. رضا الباشا والتفاصيل.
لم تكن نار النوروز بردا وسلاما على أبناء بلدة جندرس. غابت شعلتها 5 سنوات عن عفرين، وبعد سنوات 5 شكل لهيبها ذريعة لقتل 4 مدنيين كرد من أبناء المنطقة برصاص مسلحي ما يعرف بالجيش الوطني. عم يضربوا رجالنا، عم يمسكوا شبابنا، عم ياخذوا مالنا مصاري، عم يجي يمسكوا هالشاب بدنا $2000. الله اكبر. مصاري دول نحن بدنا جولاني، نحن بدنا جولاني، بدنا جولاني يسيطر على المنطقه عفرين 5 سنين عاجز ظلمه. ارتفعت اصوات الكرد في عفرين منذ احتلال مسلحي الجيش الوطني وتركيا المنطقه. تظاهرات وشعارات تطالب بخروج جميع الفصائل المسلحة منها ورفع الظلم عن الكرد فيها، واقع شكل بوابة لإحياء رغبة هيئة تحرير الشام لتوسيع سيطرتها في منطقة غصن الزيتون. لن يكون هناك نهاية قريبة لهذا الانفلاج إلا الخيار الوحيد المتاح هو إعادة سيطرة أبو محمد الجولاني على كامل هذه المناطق وإنهاء حكم الميليشيات والفصائل التي تحكم المنطقة. وهنا نعود إلى المربع الأول، ما تم طرحه قبل عدة أشهر من إمكانية تعويض الجولاني عما سيخسره في مناطق جنوب الإنفور. فلتان أمني تشهده مناطق درع الفرات وغصن الزيتون يشكل ربما بوابة لإعادة صياغة سيطرة الجماعات المسلحة شمال غرب سوريا بما يتناسب مع تسويات إقليمية ودولية في ظل مساعي التقريب بين دمشق وأنقرة. هاي تصرفات إسلام. هاي 5 سنوات من اضطهاد الكرد السوريين في عفرين يرافقه عجز تركي عن ضبط الفلتان الأمني في مناطق سيطرة ما يعرف بالجيش الوطني، ما يفتح الباب أمام توسع هيئة تحرير الشام في المنطقة أو قد يسمح بتطبيق اتفاق سوتشي بما يخدم مساعي التقريب بين سوريا وتركيا. رضا الباشا، حلب، الميادين. شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت صدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد احتجاجات من العسكريين المتقاعدين على تدني رواتبهم بعد الارتفاع غير المسبوق للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. هذا التقرير لعباس صباخ. هكذا بدا المشهد في وسط بيروت، صدامات بين القوى الأمنية والعسكريين المتقاعدين. قنابل مسيلة للدموع لإبعاد هؤلاء المتظاهرين عن السرايا الحكومية. ولكن للمتظاهرين مطالب لتصحيح رواتبهم بعدما تآكلت قدراتهم الشرائية من جراء الأزمة الاقتصادية. بس رعنا الدولة نحن حافظنا على الدولة من $1100 صار $30 على الصرف. نحن من هم بدنا نعيش، إذا لو تكار بده $20، إذا 5 ما بكفى. نحن عم نعاني بشكل يومي، أهلنا وولادنا وعيالنا ونحن بأشخاصنا، نحن قدمنا زهرة عمرنا بهي المؤسسات العسكرية. التظاهرة بدأت سلمية وللعسكريين المتقاعدين عتب على الحكومة. 63% معوق، معاشي 4,800,000، بدي خبز ب4.5 مليون. طلعوا المليارات بهربوها برات البلد، ونحن بدهم يعملوا معاشنا ضرب 3 يلي حتى ما عاد يسوى شيء. انهار البلد ولبنان رح يرجع فيكن وبليكن، رجعونا حقنا تنضل بلبنان. إلى العسكريين شارك أيضا موظفون من القطاع العام. مؤسسات الدولة كلها صارت منهارة، الشعب عم بينازع ولا سيما القطاع العام بشكل أكثر لأنه البعض عم بيقبض على الليرة اللبنانية، والقطاع الخاص كمان نصه مستنزف لأنه ما بيقدر حتى يقول لا. منذ فترة طويلة لم تشهد العاصمة اللبنانية إشكالات وصدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ولكن تداعيات الأزمة المعيشية أعادت هذه المشاهد إلى بيروت. صدامات في وسط بيروت بين العسكريين المتقاعدين وحرس السرايا الحكومية، وذلك بعد مطالبة العسكريين المتقاعدين بتصحيح رواتبهم فانهالت عليهم القنابل المسيلة للدموع. عباس صباغ، بيروت، الميادين. كشفت وثائق رسمية فرنسية مسربة عن تمويل لسلسلة مطاعم وأندية تابعة للحركة الانفصالية الماك المصنفة في قائمة الإرهاب. رؤوس الأموال الموجهة للتبييض وتمويل أنشطة إرهابية سرية تورط فيها نجل زعيم الحركة الانفصالية فرحات مهني، والهدف والتحضير لأعمال عدائية تجاه الجزائر. سفيان مراكشي. نحو 3 ملايين يورو قيمة الاستثمارات المباشرة لنجل زعيم ما يسمى الحركة الانفصالية الماك في الأحياء
الرقية للعاصمة الفرنسية باريس، مطاعم ونوادي وما خفي قد يكون أعظم. وثائق مسربة تؤكد بالدليل القاطع أن وراء هؤلاء ممولين يدعمون الإرهاب والانفصال والفوضى داخل بلدان بعينها. المكان العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في أرقى الأحياء التجارية والسياحية المكتظة بالحركة، سلسلة مطاعم ونواد يشتريها نجل زعيم الحركة الانفصالية المصنفة إرهابية المدعو أغيلاس مانيكا برأس مال يتجاوز 3 ملايين يورو. أغيلاس يمتلك جميع الأسهم والفوائد البنكية. في الظاهر هو استثمار عادي، لكن الباطن تدوير أموال الفساد وتوجيهها لتمويل نشاط التنظيم السري في منطقة القبائل الجزائرية. قوة التحرك التي بدأت به هذه الحركة المشتبه فيها الحركة الإرهابية عبر أذرعها وخيوطها المتمثلة في إسرائيل ومتمثلة كذلك في المخزن وحركة حتى في كندا، أنها تملك يعني أموال طائلة، وهذه الأموال لا نعرف مصدرها. السلطات الجزائرية طوقت التنظيم وصنفته في خانة الإرهاب، لكنه يتحرك بحرية في فرنسا وإسرائيل وعواصم أخرى تكن العداء الصريح للجزائر. هذه الأموال الكثيرة التي تقدر ب 3 ملايين يورو في حساب نجل زعيم الانفصال، هذا يدل على أن هذه الحركة تريد أن تذهب بعيدا في مشروعها، ولكن هيهات. القضاء الجزائري أصدر أحكاما قضائية وصلت إلى المؤبد بحق زعيم التنظيم المصنف في خانة الإرهاب، وتتابع أعضاءه المرفوضين شعبيا في منطقة القبائل ذاتها، منطقة شهدت مقاومة بطولية للمستعمر الفرنسي وعملائه. سفير مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. يطلق على مدينة ماردين في تركيا اسم توأم القدس نظرا للتشابه العمراني الكبير بين بعض أحياء ماردين وأحياء القدس القديمة. مراسل الميادين عمر كايد يوضح لنا في هذا التقرير طبيعة هذا التشابه الفريد. إذا أردت أن ترى القدس فتعال إلى ماردين، فهذه المدينة هي الأكثر شبها بالمدينة المقدسة في بنيتها المعمارية. تشبه ماردين القدس في جوانب كثيرة، منها نوعية الحجر، ومنها مدى ارتفاع الأبنية ومسافة تقاربها، ومنها نوعية النوافذ والحديد المركب عليها. تحاكي هذه الأزقة الضيقة والأسواق والأدراج والقناطر والأبواب حارات مدينة القدس، وتشبه قبة الجامع الكبير إلى حد ما قباب المسجد الأقصى. القصة بدأت عندما سيطر الصليبيون على مدينة القدس، وكان يحكمها آنذاك الأراطقة. بعد إخراجهم من بيت المقدس استقروا في بلاد الجزيرة الفراتية ومن ضمنها مدينة ماردين، ولشدة حبهم لمدينة القدس وارتباطهم العاطفي والوجداني بها بنوا أسواق ماردين وحاراتها ومساجدها على غرار بيت المقدس. هذا الترابط العمراني والتاريخي والثقافي يدل على عمق الإيمان المارديني بقضية القدس ومدى التعلق الوجداني بالمدينة المقدسة. عمر كايد، ماردين، الميادين. هو من أعظم الجبال في العالم ويعرف بمدن الملائكة، أما سحره فيفوق الخيال. إنه جبل هوانغ تشان في مقاطعة أنهوي شرق الصين. نتعرف معا إلى هذا المعلم الحضري السياحي مع مهدي ديراني في زيارة إلى الصين.
من يستطيع تسلق جبل هونغشن والوصول إلى قممه فهو من أعظم الرجال، مقولة يتفاخر بها الصينيون خلال تسلقهم الجبل. الجبل يوصف بأنه أجمل الجبال في العالم، إذ يتميز بتكوين طبيعي مختلف، ما يجعله عنواناً جاذباً للفنانين. وهو ينفرد بمعجزات أربع: أشجار صنوبر عجيبة، وصخور غريبة، وبحر سحاب، وعيون مياه حارة فيه. هذا الصنوبر هو المرحب بالضيوف ويرمز إلى ضيافة الشعب الصيني. هذا النوع الغريب من الصنوبر أشبه بالأرز كتلك الموجودة على العلم اللبناني. جبل هوانغسن ترك انطباعا عميقا في ذكريات طفولتنا، لذلك أنا اليوم مع طفلي ليخوض تجربته الخاصة. للجبل ثلاث قمم شاهقة تسمى مدن الملائكة الثلاث، كما يضم نحو 100 معبد بوذي فيها أكثر من 200,000 نقش حجري قديم. ومن مفاخره أيضاً صخوره المعلقة الغريبة وأنفاقه المحفورة يدوياً بين القمم الثلاث إلى جانب أدراجه الوعرة. أنا سعيدة جداً بالقدوم إلى هونغشن. لكل قمة منه شكل مختلف، على الرغم من أن الطقس اليوم ضبابي كثيراً، إلا أنني أتيت لأنني من محبي تسلق الجبال. جبل هونغشن يزهو بسحابه وضبابه السحري كأنه قد غمر في البحر، وبعد هطل المطر يظهر الجبل تارة ويختفي تارة أخرى في مشهدية تماوج مع السحاب لا تنقطع. هي مناظر طبيعية خلابة تمثل المعلم السياحي الأبرز في المدينة. تعدد التسميات حولها، فهي الجبل العجيب الأول في الدنيا، والجبل السحري، وفردوس الأرض، ومدينة الملائكة، تسميات أطلقت لمدح سحر هذه الجبال وشموخها. مهدي ديراني من أمام جبل هونغشن في جنوب مقاطعة أنخوي شرق الصين، الميادين. النشرة انتهت، إليكم تذكيرا بالعناوين. الحركة الأسيرة تنجح في فرض إرادتها على سلطات الاحتلال بالحصول على مطالبها من دون الخوض في الإضراب. مسؤولون أمريكيون كبار: كنا على علم بأن الأزمة في أو مع حكومة نتنياهو مسألة وقت. فتح حرب على لبنان يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، هذا يخشاه الإسرائيلي. اللي عم تهددنا فيه يمكن يكون سبب نهايتك. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة سترد على أي اعتداء يستهدف أي شخص على الأراضي اللبنانية، ويشير إلى آمال كبيرة في التوصل إلى حل في اليمن. الرئيس البيلاروسي يعلن أن الرد على أي استخدام لذخائر اليورانيوم المنضب ضد مواقع القوات الروسية سيكون مروعا على الكوكب بأسره. رئيس الوزراء البريطاني: ما يحدث داخل شرطة لندن بشأن اتهامها بالعنصرية أمر صادم وغير مقبول. للمزيد من الأخبار زوروا صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين.net، باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.